انت ايه اللي جابك هنا؟ عايز ايه يا حسن؟ انت مش طلقتني خلاص؟ فين الرجال؟ فين؟ ودين؟ انتوا جبت المقطع رجبتك؟ فهمت. اوعى بتلعب اللعبه دي انت وامك؟ تجننوا مفيده وتخطفوا الواد عشان تبقوا خلصتوا منها، وتيجي هنا تعمل عليا انا ذكر، ولو عملت فيا اي حاجه محدش هيلومك ولا اقولك انت بتعمل ايه. فين الواد؟ اسال امك. امك هي اللي قتلت فريده وابنها. خليك انت بقى كده ماشي وراها وشوف هتوديك لحد فين. هو انت فاكر ان انا زعلانه يعني ان انت طلقتني وكده؟ بالعكس، انا مبسوطه جدا، ما صدقت خلصت منك ومن امك. اوعى تحسب ان انا كمان زعلانه من مروان انه طردني من البيت الكبير ومش عايزني ادخله. بالعكس، بيت ايه وزفت ايه؟ ده انا ما صدقت خلصت يا اخي. بس خلي بالك بقى يا حسن، امك بتلعبك زي العروسه، وفي الاخر هتلم الكوت اللي بتلعبك بيها وتخنقك. امي هي اللي كانت فاهماك وزين، بس احنا ما صدقناش. خلي بالك، لحد دلوقت مراتي، واقدر ارجعك في اي وقت. مش بمزاجك؟ لا بمزاجي. اوعى ايدك. هو انت فاكرني مفيده ولا ايه؟ هجري وراك واقول لك ماشي يا حسن، تحت امرك يا ابو علي. لا يا حبيبي، انا اللي يقولي مع السلامه اقوله في 60,000 داهيه. بكرهك يا حسن، والكره ده اتعلمته منك ومن امك. امك اللي ما همهاش حد يا حسن، وراحت قالت في ميكروفون البلد ان ابنها مات وشبع موت وخدت فيه العزا. هتبقى عليك انت؟ هتبقى عليك ولا على ابنك؟ كادك القرف. كان هيموتني ابن المجنونه. احنا لازم نبلغ البوليس يا ريتال. لازم. لا ما ينفعش، ما ينفعش. أنا هعرف آخد حقي منه. مش صح. أنا ما قلتلكيش اقعدي، قومي اقفي. مهدي. اقفي. أنا الوحيد هنا اللي يقول إيه الصح وإيه الغلط، مش أي حد تاني. أنت كده بتقطع الود اللي بيننا. بالعكس، أنا بوصله. هو في أكتر من إننا نبقى نسايب، بس أنتوا اللي رافضين. لبنى؟ لبنى. امال انت كنت فاكره ان انا اتجوز مين؟ انت مثلا؟ لبنى هي اللي توصل الجسر وتكبره. هو في اكتر من ان انا ابقى جوز بنته؟ هو صحيح انا كبير شويتين عليها، بس عادي، محرم جبير لو يقبل اي حاجه عشان مصلحته. هو انت فاكر يعني بعد اللي انت عملته ده هتجبره ان هو يجوزك لبنى؟ بالعكس، انتوا احرار تعملوا اللي انتوا عايزينه، بس وحياتك عندي لاجيب له اعدام. اعدام، ويمكن كمان ما يلحقش يروح لحبل المشنقه. عارفه ليه؟ لانه في السجن بتحصل حاجات غريبه قوي انت ما تعرفيهاش. ممكن مثلا تلاقي واحد ضارب نوع برشام ملوش اسم، او عامل دماغ صراصير زي ما بيقولوا، يقتل واحد زميله في الزنزانه وبدون اي سبب. انت بتهددني؟ لا، انا بنبهك يا ريم، وخدي بالك الموضوع لسه في ايدي لغايه دلوقتي، بس يومين ثلاثه وهيبقى بخ، وساعتها اخوكي برضه هيبقى بخ. وعارفه بقى مين ساعتها اللي هيركب مكانه؟ مروان. مروان، وانتوا عليكم فلوس كتير قوي،
شوفي بقى مروان هيعمل فيكوا ايه، وانا هسمح له طبعا. وعشان تسدوا اللي عليكوا هتضطروا تبيعوا البيت والارض والبهاين، ومش بعيد تبيعي نفسك انتي والحلوه الصغيره عشان تسدوا اللي عليكوا. ولو ما قدرتوش رقبتكم انتوا كمان هتبقى في خطر. ها، نقول مبروك يا ريم. اهلا يا نادي. خير؟ خير يا حبيبتي، انا جاي اطمن عليكي. انا تمام وزي الفل، بس لو اعرف ايه اللي في راسك. انتي؟ انا ولا اللي سابوا مهدي؟ الله يسامحك يا بنتي، مروان ناولنا على نية سودة ومش هيسيبنا في حالنا ولا يقدر يجي جاري. مروان هيفكر ياخد طربوه من مين؟ منك انتي طبعا. من انا؟ وانا مالي؟ مروان مش هينسى ان انتي اللي قتلت ابويا نادية. نادية؟ تقصدي نادية الله يرحمها ويحسن اليها؟ انا ليلى مرت مهدي الله يرحم. نادية حاجة وليلى حاجة تانية خالص. ومحرم مصالحه معاي، وريم حبيبتي قوي زي ما تقولي كده، احنا اتنين في واحد. لسه هبلة وعبيطة. ريم دي تبيعك في خنطة عين. لو انا ما قلتلكيش، القريب هو اللي بيبيع مش الغريب. الغريب كل اللي يهمه مصلحته وبس، انما القريب لو كره كرهه بيبقى مر. انت السكينه سرقاك يا بنتي؟ هيحصل ايه يعني اكتر من اللي حصل؟ خدي بالك بقى، اوعي تدي الامان لمحرم ولا ريم، اوعي. وخلي بالك من اللي معاكي، وانتي لازم يبقى معاك اللي يقش. عارفه ليه؟ عشان محدش يقدر يلمسك كده ولا يهوب جنبك. انا ما عارفاش انتي شغله روحك بالحكايه دي ليه.